يعني اليوم العائلة العراقية خصوصا الكبار بالعمر يقعدون ويشوفون المقطع مالتكم شاي وكذب، هاي القصص اللي انتم تقولوها بس اشوف هذا المقطع صحيحة لو مكتوبة؟ لا هي دلو مكتوبة. اها بس مكتوبة شنو؟ خليل اي كذبتك هيجي انت تروح كأنه راكب قطار ونزلت من القطار يمشي بطيء فانت شلون ركضت شلون وصلت قضيت شغلتك خلصت رجعت هم حجزت بالقطار مش لحد الناصريه ثاني عندي شغل انا مال ابقى بالقطار انزل القطار شبكتين والثالثه اوكي قال اوكي البقيه من عندنا سرد هذا حكي من عندنا ولا هو مكتوب يعني اسامه تحياتنا اليه الرجل يجي هاي كذبتك هاي كذبتك هاي كذبتك يعني مو هذا نصك هذا نصك لا لا هاي كذبتك توزيع كذب فنبدي احنا نحفظهن راسا نأدي اللي علينا الناس حبوه ايه وحبوا هاي الفقره بالذات صح ما اعرف لان يجوز عراقيين يحبون الكذب عليهم لا حلو كذب فيك لمه يعني نحكي عن فقره لحد الان محافظه يعني حتى كجمهور كمتابعين الحمد لله لكن نحكي كبرنامج بشكل عام اليوم استاذ خليل ابراهيم انا احكي كرائد من رواد الفن واسم مهم وقدم اعمال